سياسية معها بعض عناصر أخرى إجرامية اقتحموا مقر الحزب اللي تفتح جديد في الكبارية، وكان مسكر من المقر، اقتحموه وكسروا كل ما فيه من أثاث. ندد حزب العمال الشيوعي التونسي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقره يوم الجمعة 5 من مايو الجاري بالأحداث التي شهدها مقر الحزب بالكبارية من طرف مجموعات إجرامية مدفوعة من جماعات ملتحية قامت باقتحام المقر وتحطيم أثاثه ومعداته وانتزاع لافتته الخارجية. الشيء اللي صار في الكبارية نهار الأحد اللي فات 29 أبريل هو أنه أولادنا غاديك، نحن حلينا مقر جديد في الكبارية، أولادنا مناضلين ومناضلات ينشطوا قبلهم في الكبارية، معناها من وقت بن علي عندهم ياسر، عندهم مدة طويلة ينشطوا غادي، لكن مازال ما حليناش مقر بعد مقال اعتراف بالحزب، فحلوا مقر يكون عنده تو قرابة شهرين. نهار الأحد حطوا عليه اللافتة نتاع الحزب، ووقع الإعلان أن مش نعمل اجتماع عام شعبي في الكبارية نهار 19 معناها مايو. جاءوا جماعة باللحي ومعاهم مجموعة أخرى أولاد صغار، والمقر كان مسكر، جاءوا قدام المقر وتحدثوا ما بينات بعضهم وقالوا أي تو مش نرجعوا لهم بعد ما صلوا صلاة المغرب. مشاو صلوا صلاة المغرب، مشاو للجامع، وبعد خرجوا من غاديكا وجابوا معاهم مجموعة، ولهنا نحب نأكد راه مجموعة ما مش تاع مصلين، فيهم شكون جابوه يضرب فيهم البار سكرة، فيهم شكون عمره 12 سنة، فيهم شكون عمره 17، أطفال معناها، واللي حتى ارتكبوا جرائم أغلبهم أطفال اللي كسروا واللي ودفعوهم جيشهم، كل واحد يكذبوا عليه كذبة، مرة يقول لهم رام شيعة، مرة يقول لهم رام كفار، مرة يقول لهم رام عبادة الشيطان، أكاذيب من هالنوع هذايا، وكأنهم جايبينهم في غزوة غاديك. واستغلوا من غياب المناضلين نتاعنا، ثم كان زوز وثلاثة بالصدفة يحكيوا غاديك قريب، فخلعوا الباب وخذوا الحس وكل ما لقاوه كسروه، أنا في المقر كسروه الكل. وبعد كلمت أنا كعلمت كلمت وزير الداخلية، جاءوا الشرطة غاديكا، تقدمت توا منها شكوى معروفين يعني، وخاصة استخدموا عناصر ما همشي من الحي نتاع أبو حجر، استخدموا بعض عناصر من ابن سينا معناها جابوهم. حمل همامي الناطق باسم الحزب اعتبر هذا الاعتداء ممنهجا وغير أخلاقي ويسعى إلى توظيف الدين والمتاجرة به سياسيا. وضع المجموعات الملتحية الممولة من أطراف خارجية حسب رأيه للاعتماد برامج واضحة لتعبئة الرأي العام وكسب دعمه للالتجاء للمتاجرة بمشاعرهم وانتماءاتهم الدينية. وانتقد في الآن ذاته سياسة الحكومة المنحازة للمجموعات المتطرفة دينيا حسب تصريحه. نحن نعتبر أن العملية هذه عملية ما عندها حتى علاقة بالدين، ما عندها حتى، ونعتبر هالعناصر هذه ما عندها حتى علاقة بالإسلام، عمل اللحية ولا عمل طابع في الجبين ولا يعني ما نعتقدوش أنه من الإسلام أنك تمشي تصلي في الجامع وبعد تخرج ترتكب جريمة. الإسلام ما قالكش امشي كسر اخلع بيوت غيرك واستولى على الممتلكات بتاع غيرك وكسرها، واكثر من هكا وسب وشتم كلام نابي معناها ما عنده حتى علاقة بالاخلاق وبالإسلام وبالدين وكل شيء. الجماعات هذه رغم في الاخر يدوروا يكفروا بعضهم، يدوروا في الاخر ويكفروا بعضهم. بطبيعة الحال هما كل قوة اللي هي يسارية ولا تقدمية ولا كيفاش مش يواجهوها، ما يواجهوهاش على برنامجها، ما يقولوش حزب العمال هاو اشترح في البطالة هاو نحن اشترحين، ما يقولوش حزب العمال هاو اشترح في غلاء المعيشة هاو نحن اشترحين. في أمور كذلك يعرفون أن نغلبوهم، لأن حزب العمال يدافع لك الزوالي ويدافع لك أهالي الكبارية. اش يولوا يعملوا كيف غيرهم رو بما فيهم ناس في السلطة، يولوا يستغلوا العواطف الدينية نتاع الناس باش يكذبوا عليهم، هذا ما يتاجروا بالدين أكثر ولا أقل ويتغلفوا بالدين. أن الجماعات هذه الجماعة هذه نحن مش نكون واضحين نعتبروها جماعات فاشستية إجرامية تحاول تتغلف بالدين، ولكن الهدف الحقيقي نتاعها هو رو ضرب حرية الناس وضرب أهداف الثورة وضرب المشروع الديمقراطي منها في تونس، هذا الهدف نتاعهم. وما يحبوش حزب العمال ينشط غاديكا لأنهم يخافوا من حزب العمال، مشاكل كبيرة منها في الكبارية، هم ما يحبوناش نقربوا لهم مش يبقوا مسيطرين على الوضع غادي ومسيطرين على أذهان الناس وعلى عقول الناس، و
يحاولوا يسيروهم بالكذب. مواجهة مثل هذه الاعتداءات تتطلب حسب الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي توحد القوى الديمقراطية من خلال الالتصاق بمشاغل الشعب وهمومه. هذاك علاش نحن نراو انها مسؤولية كل القوى الديمقراطية والتقدمية باش تتصدى لها التيار هذا. والحاجة الأخرى وهذا بالخدمة في وسط الشعب، التصدي الحقيقي هو الخدمة في وسط الشعب التونسي. امشي اخدم في وسط الشعب، اخدم في وسط الكبارية، اخدم في وسط حي التضامن، اخدم في حي الانطلاقة، اخدم في الملاسين، واخدم في بوجليدة، واخدم في بوزيد، وامشي وفي القصرين وعاونهم باش ينظموا معناها صفوفهم، وعاونهم باش ما يبقاوش ضحية للناس هذا اللي يروجوا في الكذب. اش يبقاو في مستوى رد الفعل اذا كان ما تكونش عندهم برامج واضحة وبديلة، اذا كان ما يكونش منظمين، واذا كان ما يغيروش اساليب العمل نتاعهم. مش قاعدة في قهوة ولا قاعدة في اوتيل ولا في والا في مقر، لا لا، امشي امشي للناس، ولا كلام في تلفزة ولا كلام في إذاعة، لا، امشي للناس بشكل مباشر وتحدث معاهم واثني معاهم الركبة. وتطرق السيد حمى الهمامي خلال مداخلته إلى مسألة العفو التشريعي العام وتعويض مساجين الرأي، مؤكدا أن النضال مسألة مبدأ لا تقيم بأرقام ومبالغ مالية، كما أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتطلب النظر في أولويات أهم. من المؤسف أنها قضية كما هكا تتم، معناها قضية هذه العفو العام ولا أنها تتم معناها في إطار ما فيش شفافية. الشيء اللي لاحظته أنا مثلا كيما هكا راهي ماهيش نتاع حكومة ولا لجنة في حكومة ولا نتاع وزارة. هل العفو العام راهي مسألة تعني المجلس التأسيسي، تعني بطبيعة الحال السلطة، ولكن زادة تعني الأحزاب، المنظمات، تعني كل مواطن ومواطنة تونسية، تعني وسائل الإعلام. إلى حد الآن قاعدة المسألة كأنها قاعدة تتعمل في تركينا، لدرجة وأن قاعدة ياسر أخبار تخش. راهو 750 مليار. أخي تو في ظروف كيفك مش تاخذوا المليارات. أخي أنت ناضلت باش يعوضوا لك. هذاك علاش المسألة لازمها تتناقش في إطار تام من الشفافية، وما تتناقش وما تتحلش على حساب المصالح نتاع مشاكل البلاد هذه ومشاكل معناها الشعب معناها هذا. أنا حمل همامي كسجين سياسي سابق عندي 40 سنة وأنا ما بين حبس وسرية وملاحقات ومتابعات ومنفى. أنا موقفي الشخصي من يطالب حتى تعويض، وأرفض ولو يكون مليم واحد تعويض من باب أخلاقي وسياسي. أنا رفض، أنا بكل صراحة نقولها لك، إن تستفزني كلمة مش نعطيك تعويض. هذاك علاش أنا رالي التعويض الحقيقي أني عشت النهار هذا اللي طاح فيه بن علي، ورا التعويض الحقيقي أن وقت نحقق أهداف الثورة الحكومة تتعامل بزوز مكاييل. وقت لي واحد معارضها النيابة العمومية تجري فيها خاصة في الإعلام، كذا الأطراف الجماعات هذه المنسوبة إلى السلفية أو جماعات هي في حد ذاتها ترتكب اعتداءات أو أشياء من هذا من القبيل، يولي يقع المحاولة أن تع التخفيف من أهميتها. شنو هو وصغيرات واش عملوا هما، يولي يلوجولهم على العذار ويلوجولهم على التبريرات، والحال وأنها هي أعمال إجرامية، ثم نوع من المجاملة لها من طرف الحكومة، وثم وبشكل غير مباشر ثم نوع من الاستعمال لها حتى كانوا مش مباشر، على خاطر قاعدين يخدموا لهم بالخدمة لا أكثر منها ولا أقل. وأنا نحب نقول هنا للتوانسة والتونسيات لازم نردوا بالنا من شيء هذايا، لأن الاستبداد وهل الفاشية وهل العمالة ذي راهي تتطور في غفلة من الناس وبشوية بشوية. اليوم عمل هذه غدوة اليوم ضرب هذا براس، غدوة بسكينة، غدوة نجم يقتل، غدوة وماذا بهم. الناس ساهية والناس غافلة حتى اللي يتقواوا ويولوا يسيطروا، معناها الاستبداد الجديد هذا يسيطر على كامل المجتمع. ما تعرض له مقر حزب العمال الشيوعي التونسي يعكس واقع الوعي السياسي في تونس التي ما زالت في أول خطواتها على درب الديمقراطية. الصراعات الحزبية من المفروض أن تكون على مستوى الأفكار ومحتوى البرامج، أما اللجوء إلى العنف السياسي فلا يؤدي إلا لتدهور الأوضاع، وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة في ضمان مناخ سياسي شفاف وديمقراطي.